نصر، اللقب بتاعي نصر عيسى، مواليد مواليد كلاب العلب، عندي المكانة نفسها بقالي أكتر من 30 سنة بياع. المكان ده من قبل الثورة، هو كتر كده وعمل كده في الثورة بس بعد الثورة، إنما هو من قبل الثورة وأنا شغال مع البلدية في عود وفرن. بس من سنة لسنة إلى أسوأ. يعني السنة دي أسوأ من السنة اللي فاتت المبيعات؟ بالنسبة لكام يعني السنة دي؟ يعني لو السنة اللي فاتت كنا ماشيين تقدر تقول 60%، فالسنة دي العكس أسوأ. 60% تراكم. الوكالة اللي احنا متعودين عليه، الزبون اللارج اللي احنا متعودين عليه، زبون مدينة ناصر، زبون المعادي، مهندسين كده. الوكالة دايما بيجي لها الناس الشعبيين والفقراء. الناس الشعبيين والفقراء بيجوا للبس الشعبي الجديد المصري الشعبي. انما الزبون اللي يعرف ايه معنى حته الماركه بيجي يسال على البنطلون الايطالي، على بولو، على زارا، الماركات دي يعني الماركات العالميه، بينزل الوكالة ده زبون راقي وهو عارف جاي بيسال على ايه. يعني السعر مش قله السعر. قله السعر بتساعد ان الفقير يبص لها، انما في نفس الوقت الفقير بيبص للوكاله على اساس انها ملبوسه. في ناس تقول لك لا دي هدوم ممكن تكون ناس عيانه، ناس ميته، دي هدوم احنا غسلنا قبل كده، وده بالعكس هدوم مش موجوده في محلاتنا. انا اتمنى ان في مصر في يوم من الايام تنتج حاجه زي البلد. حضرتكم بتجيبوا منين البضاعه؟ بتبقى من بلجيكا. بلجيكا بالاساس؟ بتيجي عن طريق بورسعيد ولا؟ بتيجي عن طريق بورسعيد، ومن بورسعيد بتدخلها على مين بيحدد السعر والحاجات اللي هي 35 مثلا؟ انا اللي بحددها لما بشتري البالة، لما اوظف يعني باخدها لموظف الكيلو، بيقف عليها السعر زي ما هو عايز، انا اللي بحدده، بفتح باجي اجرب بشوف هتقف معايا بكام؟ كده تكسب ولا ما تكسبش؟ يعني بفتح البالة ذات نفسها عن طريق وبعدها بشوف الحته واقفه معايا بكام فبحدد السعر. معلش ايه معنى البالة؟ ايه معنى البلا؟ في يعني في بلا درجات، في ميوزك ودي الشاي مستعمله، وفي بلا بتبقى جايه من مصانع، مصانع اصلا البلا اللي هي مثلا فيها او ايوه كده او البنطلون. بالنسبه للبلا في بتبقى مجلات عدي بتطبق وتتحط، في بلا اسمها بلا كريم ما اتلبستش، يعني ما اتلبستش، بتيجي بالتيكت بتاعها ماشي. وفي بلا بقى نمره 10 حضرتك اللي هي بتتفتح في بورسعيد ما بتتفتحش هنا، احنا هنا في الوكاله بنجيب من بورسعيد، هي اعلى باله، هم ما بيفتحوهاش هنا، هو يخاف يفتح اللي انا بفتحه هنا. حضرتك بتفتحه وبتبتدي تعمل العرض بتاعك؟ هو ممكن يفتح حاجه يعني درجه قليله شويه، اللي احنا بقى بنقول عليها الميوزك. احنا هنا بنفتح الحاجه اللي هي الجوده، بس هي القصه كلها ان انا ما عنديش محل، فبفتح في الشارع فالشغل بيتطرق. بس لما انا بتجي لي محلات من شارع شهاب بتشتري تعرض وتبيعه على توكيلات، بتجي لي محلات من نص البلد بتعرض وتبيعه على توكيلات، ومعايا اسامي محلات دي وعارفها. شكرا على حضرتك. نورتينا يا فندم.